بكم معايا في قناة ستاتي كيتشن. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد طبق عائلي زوين بزاف غادي يعجبكم، كيجي اكثر من رائع في متناول الجميع وبمقادير اللي هي بسيطه. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم بارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. على بركه الله ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كناخذ واحد البصله مشلطه رقيقه، بصله متوسطه، شويه ديال الفلفله حمراء وخضراء مقطعين رقاق، شويه ديال جبن موتزاريلا محكوك، شويه ديال المعدنوس، ثلاثه ديال الاطراف ديال الفرماج مثلث، كاس ديال الحليب، ثلاثه ديال البيضات، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، وعندي هنايا الباغيت ممكن اننا نعوضوه بالطوست. دابا ندوزو باش نشوفو الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غناخذ البصله مع الفلفله نشحرهم في واحد شويه ديال الزبده وندوزو باش نشوفو التتمه ديال الطبق. كنوضع واحد معلقه كبيره ديال الزبده في المقلاه، كنضيفوا لها الزبده كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده في المقلاه، كنضيف ليها البصله، نخليها تشحر مزيان، غادي نضيف ليها واحد شويه ديال زيت العود كتواصل مع هاد الوصفه هادي مزيان. ما نغطلوش عليها في التحراك باش ما تحرقش لنا البصله. من بعد ما نزلت البصله كيف ما كتشوفوا غنضيف لها الفلفله، شويه ديال الابزار، واحد شويه د الملح ما نكثروش لان مازال غنديروا لي فرماج، ونخليوها تشحر مزيان. دابا غادي نضيف المعدنوس، دابا ندوزو باش نشوفو التتمة ديال الطبق. من بعد ما شحرت البصلة والفلفلة دابا غادا ندوز باش نقطع الباكيط على هاد الشكل هذا، نديرو غليظ شوية ما في التقطاع حتى نكمل الباكيط اللي عندي.
من بعد ما ساليت الباكيت في التقطاف غناخذ البيريكس اللي غندخل للفران. انا هنايا دهنته بالزبده من قبل باش كيجينا محمر. غنصفو فيه هاد الطريفات هادو ديال الباكيت على هاد الشكل هذا. حاولوا انكم تجربوا هذه الوصفه، هذه كتجي لذيذه وسهله في التحضير. نحاولوا اننا نعمر الطبق كامل. واخا نزيدو واحد الشويه ماشي مشكل، باش غادي يطيب غادي يتجمع كامل. واحد الشويه هنايا كناخذ البصله والفلفله اللي شحرناها من قبل كنوضعهم على هذا الشكل هذا. هذا الطبق هذا ممكن اننا نحضروه في الكوتي او لا في العشاء، لمالا حتى في العشاء غادي يجي مزيان. كناخذ واحد الميكسور كنوضع فيه البيض، القطع ديال الفرماج ممكن اننا نستعملو فرماج مربع ماشي مشكل اللي متوفر عندنا في المنزل. انا هنايا درت مثلث شويه ديال الجبن موتزاريلا محكوك، شويه ديال الابزار، واحد شويه ديال الملح، وكاس ديال الحليب. من بعد ما خلطت العناصر ديالي مزيان كناخذ هذا الخليط اللي حضرت وكنصبو نيش فوق الباكيت، كنحاول انه يتشرب ليا هذا الخليط هذا. نحاول انني ندير فوق وحده بوحده،
غادي نوضع منو فوق منو شويه ديال الفرماج موتزاريلا، دابا غادي ندخلو في الفرن اللي سخنت من قبل على درجة الحرارة 150 درجة وندوزو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الطبق. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرت معكم اليوم. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم. بالصحة والراحة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.